غزالة ديالي، مرحبا بكم من جديد. السهل والمفيد، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. البنات اللي بغاو يزيدوا الوزن في هذا رمضان، غادي نوريكم اشنو غادي تصاوبوا، اشنو غتاكلوا، كيفاش غادي تصرفوا. ان شاء الله يخرج رمضان، يجي العيد ديال رمضان، البنات اللي بغاو يتزادوا في الوزن غادي يلقاو راسهم تزادوا في الوزن. اول وصفه غادي نوريها لك، المكونات اللي كنحتاجو هما هادو اللي قدامك، ثلاثه المكونات فقط، اللوز، الحلبه والعسل. اصلا دابا راه اللوز متواجد في كاع البيوت، كنصاوبو الصفوف. غادي تزيدي الحلبه والعسل، خلاص راه كاين. اول حاجه كديري كتاخدي اللوز، غير كتمسحيه، ما كتقليه، ما حتى شي حاجه، كيبقى خضر. الحلبه خلاص راه كتكون منقيه، كتمسحيها حتى هي. والعسل، فبالنسبه لك اول حاجه غنقول لي الا بغيتي تزادي في الوزن في هذا رمضان، خصك تشربي الماء بزاف، تفطري مزيان، تعشي، تصحري، ضروري تدخلي البنان، البيض، الحليب، الزبده بلديه، تدخليها يعني في الوجبات ديالك. نرجعوا دابا للوصفه. كتاخذوا اللوز كطحنوه، الحلبه تحاولوا معاها لانك تكون قاصحه في الطحين، وما تشريوهاش هذيك اللي كتكون مطحونه. كتاخذي المقدار ديال اللوز اللي بغيتي مع نفس المقدار ديال الحلبه، وكتخلطيهم بالعسل. بقاي انت تخلطي ديال اسبوع على هذا الشكل. بغيتي ديريهم هكا مع العسل، بغيتي تزيدي ياغورت ديال الشوكولاط اللي عجبك. هذه تاكليها جوج المرات، تاكليها مع الفطور وتاكليها من وراء العشاء، يعني قبل السحور بديك الساعه. فهمتي؟ كي كتشوفي كتخلطي مزيان، وما تخافيش من الريحه ديال الحلبه. غادي ديري الشبه والمسك الابيض ديالك، ما غاديش تبقى فيك ريحه الحلبه. شوفي الشكل كيفاش، المذاق ديالها راه لذيذ. كتبداي ديري كويرات وكتحطي، وإلا بغيتي الافاده تكون كثر كتزيدي كويرات هكا، كتزيدي تفنديهم في الزنجلان. كتاكلي وحده مع الفطور، وحده كيف قلت لكم يعني مورا العشاء. احسن حاجه دوزيها بحليبه سخونه، والبنات اللي ما كياخذوش الحليب سخون يدوزوها بياغورت من الاحسن. هالشكل ديالهم كيفاش كيكون، كيف قلت لكم ما تخافوش من الريحه. واصلا انت دابا يعني سو تريتمون، الا بديتيها راه بحال تريتمون هذه، يعني ما تفكريش في الريحه مره. واحسن حاجه باش تتفادي الرائحه ديال الحلبه، ملي تدوشي ديري الشبه والمسك الابط ديالك. هذا الشيء اللي كاين، وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. ونعاود نذكركم اشتركوا وديروا اللايكات باش تحفزوني نعطي اكثر، وبيكم ان شاء الله هذه القناه غادي تكبر. الى اللقاء، تهلاو في روسكم، وها هما المقادير قدامكم، سكرينيوهم ووجدوهم، وبالصحة والراحة. عواشركم مبروكة، وإلى اللقاء.